الموضوع البيئي بلبنان موضوع كتير كبير، عم بيكون في طلعات ونزلات والنزلات أكثر من الطلعات. رح نحكي مع ضيفتنا بعد شوي بمحطتنا التالية الحلوة بلبنان عن أهم المحطات البيئية بخلال العام الماضي. فادية جمعة، الصحفية والمسؤولة التنفيذي لجمعية جرين أريا الدولية بلبنان، صباح الخير. صباح النور. أول شيء نعاد عليك. وعليكم يا رب، وإن شاء الله ببيئة أحلى من هيك. إن شاء الله. خبرينا البيئة كيف بلبنان، يعني حدث ولا حرج، عم بيكون عندنا كثير محطات مثل ما قلت، نزلات أكثر من الطلعات، وفي كثير مواضيع ومشاكل عم نحكي فيها وعم بتعل وعم بتمد وعم مش عم نقدر نوصل إلى حلول فعلية بهالموضوع. هيدا بشكل عام، بشكل عام. أوقات في تفاصيل يعني عم بتصير أشياء، هيدا لما نحكي فيه كمان اليوم، محددة بمواقع محددة، يمكن عم بيصير فيها حتى إذا بدك هدر لحقوق حتى طبعاً حيوانات وأشياء كتير كبيرة رح نحكي فيها. رح نجرب قد ما فينا نجرد سنة 2017 نحن وياك، لأنه كانت حافلة جدا. رح نبلش بنقطة عزيزة عليك، موضوع النوارس. النورس يلي يعني نعطت الكلمة لأنه يتم إعدامهم لأنه كانوا عم بيشكلوا خطر كتير كبير على حركة الطيارات. صحيح. أعطينا وجهة نظرك بهالموضوع. كانت بداية السنة كتير صادمة بيئيا، أنه لما نتوجه لحل مشاكلنا بالقتل، كان فينا نتدارك هيدي المجزرة اللي صارت. أساسا هو مكب حد المطار مش مقبول، صح، ووفقا للمعايير الدولية والاتفاقات الدولية هيدا مخالف جدا. فمن هون يعني نحن ما كنا عم نعالج المشكلة ولا الأسباب تبعيتها، عم نعالج النتيجة. فيمكن كان بوقت معين انه صحة الناس وسلامة الطيران هيدا شيء كتير مهم. ايه يعني بمحل من المحلات يمكن كانوا مضطرين ومجبورين ياخذوا هيدا القرار. ما عم برر لهم، بس كان فعلا كانوا مجبورين ياخذوا هيدا القرار، بس هو بيئيا ونحن كناس مندافع عن الحيوانات واهميتها وهيك، هيدا الشيء كان كثير مرفوض، كثير بشع، عمل صدمه، عمل حاله استنفار بين الناشطين البيئيين، المجتمع المدني، نزل على الشارع. فحتى يعني انه بوضح النهار كنا عم نشوف صياده عم بتقوس، اولاد عم تتفرج. فيعني ادبيا واخلاقيا وهيدا كان تصرف غير مرفوض جدا. اوكي، طيب قبل ما ننقل لشغله ثانيه، بس اليوم وين صارت هيدي المشكلة؟ انتوا عم بتتابعوها؟ مبدئيا نحن عم نتابع حركة النوارس، بتروح وبتجي. بعد في نوارس بس خفت هلا. وقتها كان في الفضايح بالكوستا برافا، التمر بطرق عشوائية كتير عشوائي ومش مزبوطة، مما أدى لجذب هيدي النوارس. هي ما انحلت المشكلة، بعد في نوارس، بس هيداك الوقت والتمر والشغل المخالف للقوانين وللمعايير المضبوطة، المعايير الصحية يعني، أدى لجذب كلهم بهالوقت. صحيح. هيدي كانت واحدة من المشاكل. خلينا ننتقل لوحدة تانية. أوكي، تفضلي. إذا بدنا نروح لشيء تاني، في عنا افتتاح موسم الصيد إذا بدك. أوكي. ايه اكيد، افتتاح موسم الصيد يلي كان حيعطونا صور. ايه هن رح يعطونا صور، ما تعرفي هم هلا ناخذ الصور من التسعينات. موسم الصيد يلي كان موقف لسنين، واللي كان فيه عليه قوانين، واللي كان كل هيدي الامور. من التسعينات كان في قرار بوقف الصيد بلبنان، نظرا للاوضاع والاحداث الامنيه، وكان وضع البلد منه كثير منيح، بالاضافه انه يعني كمان ما كان الوضع بيسمح لضبط الصيد بهيديك الاوقات، بالرغم من انه كان في ناس تطلع وتتصيد وما حدا يعرف فيها وما حدا يسمع. صحيح. لا كانوا يعرفوا فيها وما كان حدا يحاسب او يعاقب او يعني يطبق قانون بحقهم. ما تغير شيء، ما انضبط الوضع، بعدنا بحاله امنيه مش مضبوطه كثير. ورغم هيك تكرر فتح موسم الصيد. ليه؟ أنا يعني نحن استنتاجاتنا بتقول كان في ضغط على وزارة البيئة بفتح موسم الصيد. من مين؟ من أصحاب اللي بيتاجروا بالأسلحة، تجار الأسلحة، تجار الزخائر،
بعض الصيادين لانه فعلا هن بدهم يلتزموا. كان في ناس كنا عم نشوف مجموعات ناشطه انه اوكي نحن بدنا صيد مستدام وبدنا نلتزم، عطونا اوكي. في ناس قانونيين بحبوا يتصيدوا أوكي. عندهم هيدي الهوايه بالرغم بالنسبه الي منا هوايه منا هوايه. ف مع هيك وبهيدي الظروف اللي كانت فيها وزاره البيئه اضطروا انهم يعطوا يرضخوا يعني قدام امر البيئه. رضخوا لهيدا، بس هن يعني رضخوا بشروط وبقوانين وحطوا قديش العدد وامتين وكيف يعني حطوا عدد من تنظم موضوع الصيد بالنسبه للاعداد، بالنسبه للانواع الطرائد، بالنسبه للوقت كمان امتين. طبعا صيد الليل كان ممنوع، حدد كل شيء القانون. بس دائما عم بيكون عندنا دائما عم بيكون عندنا قوانين بس ما عم نلتزم فيها، عم بيصير في خروقات لهيدي القوانين. وبحالات المخالفات ما عم نشوف هيدول اللي عم بيخالفوا عم بيتعاقبوا. شفنا تحدي للقانون، يعني يطلع واحد يعمل مجزره يحطهم على طابونه السياره يصور ويقول هيدي برسم وزير البيئه بكل فخر. بكل فخر يعني هيدا تحدي مش مقبول اكيد. طبعا طبعا. وشفنا كمان استعمال لاسلحه حربيه بست طيور مهاجره بعكر اوكي سوري بالدنيه شفناهم دهروا هي والطيور المهاجره مرقه حملوا سلاح حربي وصاروا يقوسوا، وحتى تحدوا قالوا هيدا برسم القانون واصحابه فرجونا شو حتعملوا. هلا السلاح شو هو وكيف هون صار عرفتي هيدا وضع ثانوي اذا بدك. مؤخرا هو اللي عم بيصير انه عم بيتصيدوا وعم بيصير في قتل مؤخرا بموضوع الصيد. امبارح شفنا ضابط متصيد ضبع وعم بيتصور معه هو مبسوط. فكمان معيب لما السلطة التنفيذية أو اللي هن مخولين تطبيق القانون يطلعوا يعملوا هيدي التصرفات. احنا كنا شادين ظهرنا فيهم يتطبق القانون، فللأسف هيدا اللي شفناه. هيدا اللي شفناه امبارح. عم نشوف الخروقات من الموضوع كمان ما بالضبط واحد لازم يتابعها. رح ننتقل نحن وياكي لانه حتى الوقت ما كثير يهمنا. في عندنا مشكله النفايات بصيدا. بصيدا مؤخرا كان اللي صادم انه بلشوا يشوفوا جبل ثاني للنفايات. قالوا وقتها انه مش قادرين نصرف العوادم، تحججت الشركه المشغله انها مش قادره تصرف العوادم، مع العلم انه كانت قايله قبل انه نحن صفر عوادم، ما عندنا عوادم. بس طلعت الفضيحه على الاعلام، قالوا هيدي العوادم بلشت شوي تتراكم عندنا وراح نحلها سريعا. اللي صار انه ما انحلت، صارت في ازمه المكبات ببيروت وتصدير النفايات من بيروت على صيدا. بلشوا يستقبلوا النفايات بصيدا بالرغم انه مش هالقد طاقته المعمل ليفرز. اوكي عندكم طاقه هالقد، انتوا جبتوا تريبل عن الطاقه تبعتكم عن طاقه المعمل للمعالجه. للاسف اللي صار صرنا نشوف مثل بالصوره حرايق مفتعله للتخلص من النفايات المتراكمه. هيدول اجداد الصور؟ هيدول مش من زمان، هيدول من كم شهر، من شي شهرين هو الصور. فما بقى عندهم طريقه ليخلصوا، صاروا يفتعلوا حرايق. الروايح منبعثه بكل محيط المكب. الناس بلشت تنزل على الشوارع متضرره متضايقه، صارت المنطقه شبه موبوءه او موبوءه منا شبه موبوءه. فالوضع كتير مخيف بصيدا وإلى تفاقم، لهلا ما في حل. هذا الحل بده يكون يشمل لبنان كله، يعني كل واحد عم بيكب على الثاني. اوكي بس احنا كنا للحل بصيدا وصلوا لمحل انه كانوا مرتاحين، رجعوا ضغطوا على حالهم. في بدل في فضايح العقد بينت، في فضايح التنفيذ بينت. هيدا مرتبطه كمان اذا بمكبات الثانيه يلي أوكي. هي كمان ببرج حمود، ويعني اذا بدك نحكي عن مكب برج حمود. مكب برج حمود اللي كان كثير فاضح بالموضوع انفجار المكب.
اوكي، والدعاوي اللي الحراك المدني توجه فيها الى القضاء، وبين قديش في ضغط على القضاء بالموضوع، لانه مرة القضاء يقول يصدر قرار انه بالاقفال، بعدين نشوف في تشغيل عم بيشغلوا او تمديد. ان كان بالكوستا برافا ولا ببرج حمود نفس القصة كانت عم بتصير. ببرج حمود الخبير عبود طلع قال انه في احتمال لوجود البراميل السامة اللي اختفت بفترة الحرب ضمن المكب، وطلب انه ينكشف على هيدا المكب وليتأكدوا من هيدا الموضوع. للأسف هيدا ما صار. اللي صار تغيير للجنة اللي طلعت بهيدا القرار. أوكي. وبعدين شفنا الكارثة الكبيرة الفاقة الكبرى وقت اللي طلع وزير البيئة بزيارة لهونيك على المكبات، ووقف وقال يعني ما بعرف، كان كتير كتير أنا بنظري معيب وما كان لازم يقولوا هيدا الشيء. قال هيدا الجبل وفقا للعقد لازم ينطمر بهيدا البحر، بس هو ما حدد وقتها انه العقد بيقول بعد الفرز وفحص التربة والتأكد من سلامة التربة بينتمر بالبحر، وهالشي كمان ما صار. وشفنا كمان صرخات للصيادين واعتصامات للصيادين ببرج حمود عم بيضرروا هناك اكيد كله عم بيضرر. للأسف كانت مشاهد الاشباك تبعيتهم وغلت الصيادين كانت زبالة، ما كان عندهم اي شيء، حتى اللي نزلوا غطسوا بالبحر وصوروا كان المشاهد كتير مرعبة. هلا مشكلة النفايات بدنا نضل نحكي نقول مشكلة، او انتو كأشخاص ناشطين بالبيئة عم تقدروا تلاقوا حلول؟ عم بيصير في طرح لحلول تانية؟ عم بيصير في طرح لحلول تانية طبعا، بس دايما الدولة ما عم بتروح مش لحلول، عم بتمدد للمشاكل. أوكي. عم بيصير في تمديد للمشاكل، يعني حاليا تمديد المطامر، اعتماد محارق، يعني كل هيدي عم بتروح للحلول اللي ما جابت نتيجه. يعني بعدنا نحن بخضم تمديد مرقت السنه وما عملنا شيء ثاني، عندنا مشكله ورح يمرق بعد عندك سنتين وثلاثه بنفس المشكله، لحين ما بنعرف ساعتها يفكروا انه يتواضعوا شوي ويبلشوا يتعاونوا. هلا نحن كنا حاطين لسه بعد كثير كبيره، بس الوقت بهمنا بشكل كثير سريع. عن شو الامور يلي عندنا كمشكله الكسرات حابين نضوي عليها، بلكي بنرجع نعمل حلقه ثانيه. اوكي، بنكفي على اهم مرق الاشياء. مرق الوقت ما حاسه، وقت بيكون في مشاكل دغري بيمرق الوقت. بعد في كثير ناس، في توصيات من كثير ناس انه بليز اطرحوا هيدي المواضيع، مواضيع المكبات. أكيد. المكبات كثير يعني هذه اهم شيء، هذه نقطة كثير مهمة. لبنان كله عم نعاني، بجنوب لبنان مثلا بسور بالبرج الشمالي مثلا في منطقة صار فيها ثلاث مكبات كبار. نحن عنا موضوع الكسرات كنا حابين نطرحه. أوكي. التعدي على الحيوانات إلى آخره، كله هيدا صار يعني صحيح. ختمنا فيها 2017 خصوصا صحيح. موضوع الحيوانات والكلاب يلي التقت ميتة بنص الطريق، بركي مرجع بيكون لنا لقاء ثاني. أهلا وسهلا، خليكم معنا مشاهدينا، بريك وأكيد بنرجع منتابع.